استقبل الدكتور فريد المفتاح وكيل الشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القارئ محمد سمير مجاهد ممثل مملكة البحرين وصاحب المركز الثاني في مسابقة موسكو للقرآن الكريم في فرع التلاوة وحسن الأداء، متقدما بذلك على 31 متسابقا من مختلف دول العالم العربي والإسلامي. ويعد المتسابق محمد سمير مجاهد ثمرة من ثمرات برنامج الإعداد الذي تحتضنه إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل، كما تأتي هذه المسابقة في دورتها 18 لمسابقة القرآن الكريم العالمية في العاصمة الروسية تحت رعاية كريمة من جلالة الملك المفدى، وهي امتداد لمبادرات جلالته في خدمة كتاب الله تعالى ودعمه المتواصل للمسابقات القرآنية المحلية والدولية، كما تجسد اهتمام الحكومة الموقرة المستمر بجميع البرامج والأنشطة المتعلقة بخدمة القرآن الكريم والارتقاء بمستوى حفظته من جميع الجوانب. هذا ينبئ عن الخبرة التي كسبتها مملكة البحرين من خلال الشؤون الإسلامية والعناية من قبل القيادة والاهتمام والمساندة الكبيرة التي يلقاه حملة القرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم من القيادة الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى ورعاه للقرآن الكريم ولحملته. فهذا أدى إلى أن نجد هذه الإنجازات وهذه المراكز المتقدمة للفائزين، نراهم تترى كل سنة أعداد كبيرة لمتسابقين بحرينيين وبحرينيات يحصلون نتائج ومستويات عالية للقرآن الكريم في حفظه وتجويده وفي قراءاته. وهذا يعني نهنئ فيه مملكة البحرين، نهنئ فيه جلالة الملك والحكومة الموقرة سمو الشيخ خليفة سمو ولي العهد والبحرين، ونهنئ فيه والدي محمد سمير على هذا الإنجاز، ونحمد الله تبارك وتعالى على كل هذه يعني الخير الذي تحظى به مملكة البحرين في سبيل يعني إنجازات كثيرة وبلا شك على صعيد القرآن الكريم. وقيادة البحرين تهتم بالقرآن وتهتم بطباعة القرآن، ولعل آخر ما أنجزته مملكة البحرين إنشاء معهد معلمي القرآن الكريم ومعهد القراءات الذي هو إضافة وثمرة جديدة لمسيرة القرآن الكريم في البحرين على مدى 40 عاما. فزت في مسابقة موسكو الدولية 18 وكانت برعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والحمد لله حصلت على المركز الثاني ممثلا لمملكة البحرين من ضمن 31 دولة مشاركة. أوجه الشكر للوالدين خاصة الوالد الكريم، يعني كان له عظيم الأثر في يعني الحفظ والتلاوة، وأيضا أوجه الشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على رعايته لأهل القرآن ورعايته لهذه المسابقة، خاصة هذه الدورة الـ18 مسابقة موسكو الدولية. وأيضا أوجه الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ولي العهد الأمين على رعايتهم واهتمامهم بأهل القرآن، وأهدي هذا الفوز لشعب البحرين عامة والأمة الإسلامية كاملة إن شاء الله.